السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله مهمه بزاف. غادي نشوفوا فيها اهميه الرمله ديال البحر للببغاء ديالنا وجميع طيور الزينه. الاخوان، تربيه الببغاء راه من اسهل ما يكون باش ما نتبعوش الحلقات اللي كيصعبوا علينا الامور وتعقدوها وتبينوا لك بلا تربيه الببغاء شي حاجه صعيبه. الاخوان، الببغاء ديالنا راه يمكننا التربيه ديالته اننا ما نحتاجوش نهائيا الادويه لا البرودويات لا حتى شي حاجه. هادي بالتجريب انه كان في واحد المده يعني كنت خدام بالبرودويات وبالادويه المجموعه تاع الطيور الكناري وشحال من طيور، يعني ديما تيكونوا الطيور ديالي مرض بالكبده، ديما عندهم امراض، كل مره كيخرج مرض بشكل. النهار استعملت الطبيعي وبقيت في الطبيعي، كونوا على يقين الاخوان الا استعملتي مع الطيور ديالك الطبيعي. النظافه هي اهم حاجه كتكون في تربيه الببغاء، الشمس ديما تكون عندهم توفره لهم، الماكله نقيه، الجسم نقي، الخضره نقيه، زائد الرملات البحر، الكالسيوم، عظم الحبار. كون على يقين انك ما عمرك غادي تحتاج لشي حاجه سميتها البرودويات ولا الادويه، والببغاء ديالك غادي يبقى عايش معك مدى الحياه. تبعوا معايا الحلقه ان شاء الله اليوم، نتمنى تعجبكم. واول حاجه قبل ما تفرجوا، اللي مازال ما اشتركش اشترك معنا، حيت ان شاء الله جاي حلقه في المستوى. السلام عليكم الاخوان. رملات البحر مهمه بزاف لجميع طيور الزينه جميع انواع الببغاوات. حاول ديما تكون عندهم في القفص ديالهم بحالها بحال عظم الحبار، يعني هاد الجوج ديما يكونوا عظم الحبار، وتكون هاد الرمله هادي ديما حاطه في شي طاسه الببغاء ديالك. بالنسبه لهاد الرمله الاخوان، هادي راه كتباع عند موالين الطيور، غادي تمشيو تسولوا في المحلات نتاع الطيور غتلقاو عندهم هاد الرمله تيبيعوها، اللي تتكون محجره بحال هكا، تيكون فيها الكالسيوم، تيكون فيها عظم الحبار، تيكون فيها كلشي، تيكون مفرتات بحال هاد الشكل هكا. هاد الرملة هادي كتكون كتباع عند موالين الطيور، يعني مزيانة في حالة الإنسان يعني تزير مالقاش كاع، يعني مالقاش، ممكن أنك تستعمل الرملة البحر دير واحد شوية، ولكن هي من الأحسن تاخد هادي اللي كتباع، هادي كتكون مزيانة، كتكون تيكون فرتت فيها الكالسيوم، فيها عظم الحبار، فيها كلشي كاع المنافع اللي بيحتاج الببغاء كتكون فيها. وراه ما كتكونش غالية بزاف، يعني هاكا تقريبا 5 دراهم تدير الميكا، وراه الميكا راه غادي تدوز لك مدة عاد تعاود تخصك. هاكي الله راه اش هاكي زيدي اش اخوانا. جميع طيور الزينة يمكن لكم تحطوها لهم، يعني ديما كتكون عندهم في القفص ديالهم جميع انواع طيور الزينة، من البيروش، من اصغر طائر الاكبر طائر، يعني كاملهم راه يمكن لكم انكم تدير لهم الرملان ديالكم وتبقى معاهم ديما في القفص ديالهم. كتكون طاسة ديما، هذه رئيسية نتاع الرملة اللي قلت لكم، الا لقيتوها كتشرى ما لقيتوهاش يمكن لكم تيبانيو بالرملة البحر بينما تلقاو هذه، والطاسات الاخرين كيكون فيهم الاكل الرئيسي ديالهم. وبطبيعة الحال عظم الحبار ما ننساوش، عظم الحبار راه مهم لجميع طيور الزينة، يعني اي قفص فيه طيور ضروري يكون عظم الحبار كاين فيه. والرملة هادي راه حاجة مهمة الاخوان، وكيف قلت لكم راه تربية طيور الزينة راه سهلة وما محتاجة حتى تعقيدات، وما ما ما غاديش يخصني انا نحتاج البرودويات والادوية ونبقى كنعالج في الطيور ديالي ونهلك لهم الكبدة ديالتهم، وهما في الاصل اصلا راه ما معقدينش وراه ساهلين الاخوان، راه الطبيعي وتهلاو فيهم بالنظافه والطبيعي، راه ما عندكمش ما تخافوا عليهم، كونوا على يقين ان التربيه ديالتهم راه سهله وبسيطه وما كتحتاج لشي حاجه، العنايه فقط الاخوان، العنايه، النظافه، الماكله نقيه، وراه الببغاء ديالك يبقى معك مدى الحياه، ما عندكش ما تخاف عليه، كون على يقين ما عمرك غادي تحتاج لشي حاجه سميتها الادويه. كولي اخوان، نتمنى الحلقه نتاعت اليوم تكون مفيده، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد، غادي يكونوا مواضيع جديده في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله.